موضوع رمضان صبحي لا نية لعودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، وهذه تأكيدات من كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، لا نية للحديث حتى عن موضوع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد الشيخ وانتقالهم إلى نادي بيراميدز. الناس فاهمة في النادي الأهلي إن كان في مخطط لإدارة نادي بيراميدز أو المسألة. وقفل جوه. معلش حقكوا علينا، حقكوا علينا، البث رجع وزي الفل وكل. طب نضرب اللايكات عشان الدنيا تتقل، نضرب اللايكات، نعلى باللايكات. تسلموا تسلموا ويحفظكم ربنا، تسلموا ويحفظكم ربنا، تسلموا ويحفظكم ربنا. ايوه اللي معانا يضرب اللايك بعد اذنكم، فضلا وكرما منكم وليس امرا، والعياذ بالله. حسام خليل ربنا يرضى عنك. نضرب اللايك طالما احنا مع بعض، نضرب اللايك. اريكسن تم نقله الى مستشفى قريبه من الملعب وهو على قيد الحياه بفضل الله، الحمد لله. كان هيعاكن علينا والله. شوفوا الانسانيه، كل العالم دلوقتي كان متعلق باريكسن. نضرب اللايك. ايوه نزود شويه الناس اللي معانا، نضرب اللايك يا بيه، نضرب اللايك، يسعدك ربك ويرضى عنك. نركم جميعا ويحفظكم جميعا من كل مرض ويمتعكم بألف صحة وعافية. والله العظيم إني عاجز عن شكركم. نسيت أشكر أسطورة الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب واتصاله عدة مرات للاطمئنان على الواحد. يعني ربنا يمتعه بالصحة والعافية، ربنا يمتعه بالصحة والعافية، ربنا يمتعه بالصحة والعافية، هو وكل أحبابه، ويمتعكم جميعا بالصحة والعافية. الحمد لله، الحمد لله. يجمعنا الاحترام مع الجميع والحب والتقدير مع الجميع بفضل الله، بفضل الله. فهنا الاهلي اغلق ملف بيراميدز سواء في الاداره السابقه او في الاداره الحاليه اللي هي بدات برغب اغراءات للاعبي النادي الاهلي وتحريضهم على الرحيل عن النادي الاهلي وحاجات بالشكل ده. طيب هل تملك اداره النادي الاهلي المصالحه والتقارب مع بيراميدز؟ لا تملك. ليه؟ لان في حاله غضب جماهيري تجاه نادي بيراميدز، وعمر اداره النادي الاهلي على مر العصور لم تسير باتجاه ضد اتجاه الجمهور. وهضرب مثلا، في مرحلة من المراحل رئيس نادي الزمالك الأسبق تطاول على المهندس محمود طه، وتدخل شخصيات عديدة وتم المصالحة بينهم في السوبر المصري في الإمارات، وسعى مسؤولين كبار، وسعى مسؤولين كبار لزيارة رئيس نادي الزمالك الأسبق ووفد منه للنادي الأهلي على الفور. كان اللي بيدير محمود طه، على الفور ظهر الغضب الجماهيري للنادي الاهلي، فتراجعت اداره محمود طاهر عن استقبال رئيس الزمالك الاسبق داخل النادي، تراجعت. فعشان كده انا بقول لك اداره النادي الاهلي الحاليه بقى اللي هي شافت الامرين من اداره نادي بيراميدز سواء السابقه او الحاليه، الجمهور رافض، الجمهور رافض. طالما الجمهور رافض الاهلي لا يسير عكس اتجاه الجمهور. ده ناهيك ان الادارة اصلا ما قالتش والله احنا عاوزين صفقة تبادلية مع بيراميدز او عاوزين نقرب من بيراميدز او حاجة بهذا الشكل، لكن يوجد بعض الشخصيات بيجيلهم معلومات، بيجيلهم انباء من مسؤولي نادي بيراميدز مش من مسؤولي النادي الاهلي، او مقربون من ادارة النادي قالوا لك خلينا في مبدأ المصلحة، هاخد من عنده ابراهيم عادل، هاخد من عنده فلان الفلاني وهكذا. لكن كابتن محمود الخطيب زي ما قال انا مش عاوز لعيب من نادي الزمالك حتى لو لاعب حر، فبيقول ملف بيراميدز مقفول بالضبة والمفتاح، وهذه التعليمات التي لدى الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق والذي دار الحوار بيننا قبل الظهور على الهواء مباشرة. كان داخل على تطلع معنا لايف يا أمير، قال لي معلش والله داخل على غداء عمل مع بعض الشخصيات. قلت له اتفضل بألف سلام. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير.